واحد بيقول لماذا يسمح الله بالآلام والصعوبات في حياة الإنسان؟ وراء كل ألم في بركة وفي خير، وربنا بيسمح بالآلام عشان ناخد بركة الألم، وبيسمح بالصعوبات علشان نشوف إيد الله إزاي بتمتد وتحل الصعوبات دي. وكتير من القديسين كانت في حياتهم ألم وصعوبات. لما تقرأ عن بولس الرسول وهو أكتر واحد من الرسل تعب في الخدمة، تلاقي حياته كانت مليانة آلام وصعوبات، لكن أخذ بركته. والكتاب بيقول إن الذي يتألم معه يتمجد أيضا معه. بس المهم تستفيد من الألم ومن الصعوبات، مش تخليها تجيب لك ضيقة في النفس أو تذمر أو تعب أو غلطة. استفيد من الآلام علشان تاخد بركتك.